عسلامتكم الناس كل، مرحبا بكم مرة أخرى في كوجينتي. اليوم جيتكم بدبارة، دبارة لينا من ليالي سيدي رمضان، وباش نعملوا مع بعضنا زادة إن شاء الله سلطة أم كحورية بطريقة سهلة وبنينة وفاوحة ما شاء الله 100%. وباش نعملوا زادة بريزونتاسيون دو تابل متاع سيدي رمضان، ما نطولش عليكم أكثر من هكا، خليكم تدخلوا معايا الكوجينة نطيبوا سلطتنا ونحضروا طاولتنا، ومنكم تاخذوا زادة فكرة على دبارة اليوم إن شاء الله. سلطة أم كحورية الباز متاعها هي السفنارية، وباش نفوحوها ملح فلفل أكحل تابل كروية سنة ثوم شوية هريسة عربي صادفون حرورية اللي تحبوها أنتوما، زيت زيتونة باش نزينوا بالزيتون وبالبكعب عظم وشوية تون حاسيلوا لزوبسيون أنتوما أحرار بيان سور كما تحبوا شنو اللي عندكم. ناخذ السفنارية متاعي نحيلها الريوس متاعها، انتوما الكونتيتي تنجموا تستعملوا قد ما تحبوا سفناري، معناتها قداش من عابد قداش باش تاكلوا قداش حروريه كل واحد كيفاش يحبها، خاطر حاره وقداش قداش ياكل حار يعني. ولا نحيت لها الريوس نتاعها نقشرها بالطبيعه باش نحطها هكاكا، قشرهم الكل سفناري قشرت وتغسلت وقصيتها رونديلات بالطريقه هذه، خاطر بالطريقه هذه تبري خير. نجموا تقصوها حتى على 4 نتوما على 8 كيما تحبوا، معناتها بالطول تبداو مزروبين، اما راهي راسها صحيح شويه السفناري كيما تعرفوا يعني بالطريقه هذه تيب خير وقبل وازرب كيما نقولوا. اونتخ طون حطيت شويه ماء يغلي باش ما نتعطلش، معناتها لو طون اللي قصيت السفناري نتاعي هذا الماء نتاعي بريسك سخون، حطيت فيه شويه ملح، تاو نحط السفناري نتاعي بسم الله شويه بشويه وخليها تغلي معاه. الوقت ما نعرفش قداش تقعد، المهم نجربوا الكعبه نحسوها طرات على الاخر طابت نفهموها معناتها وقت نطفيو عليها. كان تحبوا كيف قريب تيب السفناري نرميو معاها كعبه العظم تتصمت، المهم نغسلها قبل ما نرميوها معاها، ديما هي العظمه لازمها تتغسل قبل ما تتقلي قبل ما تتصمت، حاسيلو ديما ان شاء الله قبل ما تنحيوها من الماء نتاعها وتبداو مثلا مش متاكدين ان هي طابت ولا ما طابتش، ناخذوا كعبه كما تنجموا تذوقوها تنجموا تشوفوها تنساها ديجا الفتله اللي دخلت هكا في ساعه في ساعه قرشيتها راه بيت معناتها وطابت وسي بون. نستقطرها من الماء نتاعها ونحطها فوق صحن لا باش يطوعني، معناتها كي نبدا نرفس فيها فرشيتها كيما هكا ما فيها حتى شيء، شوفوا كيفاش في ساعه في ساعه ما تطاوع، خاطر هبيت معناتها طابت مليح تولي فيسع فيسع ما تترفس. نكملوها الكل هكاك ما فيها شيء، وصلنا توا للاخر نفوحوا السلطه نتاعنا. الملح حسب الرغبه وديما اقرا وحساب الهريسه عربي ساعات تبدا مالحه، اللي عندي باهيه بصراحه ماهيش مالحه حتى طرف نورمال، شويه فلفل اكحل ما نجمش نستغنى عليه وميم طوم ما نعملش منه برشا دوب شويه حسو يعطي نكهه للماكله، شويه تابل كرويه زادا كيف كيف نحبها، ونعملها بزيت شوي في كل شيء بخاسك نحطها في كل شيء، مغرفة هكاك بخاسك أقل شوي من مغرفة صغيرة ثوم، نحاول نحلو شوي
والهريسة العربي كما قلت لكم الاول كل واحد والحرورية اللي يحب. توا سيدي رمضان من مستحسن واحد ما يحرحرش برشا يعني ما هوش باهي المعدة حتى طرف. المهم تبدا موزوزة وكها وباش طعم تعطي بنة سبيسيال. ونحطو شوية زيت زيتون شوية زيت ونخلطوها نحركوها. المهم يدخل الفراخ فيها مليح ريحتها فايحة ما شاء الله على الاخر وفيت. هذيك هي سلطة ام كحورية ما فيها حتى شيء في النارية مصموتة. كان تحبوا زادة تفوروها تنجموا، انا ديما نصمتها في الماء. و توا بقاو كانك لي زوبسيون نتاع التزيين كما قلت لكم شويه زيتون شويه تون كان تحبوا شويه كبار رشة معدنوس كعب عظم وتكون حضرت. ما علينا كان نحطها صحن نظيف ونكمل نزينها. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه مفهومه واسهل من هكا يظهر لي ما فماش. هكا كيما تراو طاولتي حضرت والحمد لله. هنا عندي مصلي بالدجاج كيما تراو فيه، عندنا شوربة شعير، هذيك سلطة ام كحورية حضرت. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة، ساهلة كيما ريتو ما فيها حتى شيء وبنينة وفايحة ما شاء الله. ان شاء الله ما نسيت شيء على الطاولة. عندنا البريك لهنا، عندنا كيما قلت لكم الشوربة، وعندنا مصلي والخبز وشوية زيتون والماء وحطيت متاتي نحنا كيما جو في بلاصة الجازوز على خاطر الجازوز بصراحة ما يوكلش. نقول لكم كان عجبتكم البريزونطاسيون وعجبتكم الدبارة متاع اليوم، ما عليكم كان تخليو جيم وبارتاج
وابونيفو باش يوصلكم جديد برودكت ربي ان شاء الله. وعلى بروشين في روسيت جديده وفي دباره جديده. وما تنساوش تخليولي رايك باش تشجعوني ونرجع لكم بجديد برودكت ربي.